مذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. هم ناصر المختار في تبليغه فجزاهم الرحمن خير ثواب. ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب. سبوا خيار الخلق من لهم العلا ولهم مقام في ذرى الأحساب. من قبل صرح أعوج عن حقده في سب شيخ متق أواب. لا ثانية يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. هم ناصر المختار في تبليغه فجزاهم